حضرتك اتخرجت سنة كام؟ اتخرجت في سنة 76. حضرتك تفتكر أول يوم نبطشية؟ كنت موجود في عنبر الحريم، ولما روحت كان في مشكلة شوية. حكيمات زمان في عنبر الحريم دول كانوا مش كويسين قوي، فكانوش بيعلموا الناس. قعدت شهر كنت بهدلت، فلما نزلت عنبر الرجال كانت الهيد نيرس الموجودة قوية جدا، قعدت معها 3 شهور، علمتني يعني ايه نيرسز، وعلمت يعني ايه مرور نايب. طلعت لهم فوق بقى بعد 3 شهور. حضرتك تفتكر موقف ما يتنساش في تحضير كارديو أليكس؟ ثورة. الموقف ده كان ان انا ازاي احمي الناس، فروحت صراحة للفريق مهاب وقلت له انا دلوقتي في مشكلة، انا مش عارف احمي المكتبة ازاي، وجالي خواجات وعرب والدنيا مقلوبة. فجاب لي 60 ضابط وكلهم بلاد حلوين جدا، بيتكلموا لغات وحلوة وشاطرين، وبيد المارين بتوعنا يمكن التانيين على العالم، وانا ما كنتش عارف الكلام ده. فوجئت بيهم، ولاد ظروف جدا ومش عاملين اي مشكلة وحمونا. بيتميز بايه كارديو أليكس عن اي مؤتمر تاني في مصر؟ الروح. روح المؤتمر. عارف في اكلة بتقول لك انا اكلت ده عند ده، بس ايه اللي فرق؟ يقول لك دي فيها نفس. الروح وروح الفريق. ايه راي حضرتك في اصرار كارديو أليكس في حضور شباب الاطباء كل سنه؟ هو الفكره دي موجوده بره. انا طول عمري بروح بسافر مؤتمرات بره، والافكار باخدها منهم. فهم بيعملوا شباب الاطباء من زمان، والنيرسز تكنيشن، لان اعتقد ان الشباب بالكونتينوس ميديكال اديوكيشن بتاعهم في المؤتمرات فيري فيري امبورتنت، عن ان هو الكبار. ده مهم وده مهم وده مهم، بس الشباب مهم جدا ان هو حضورهم والسي ام اي بتاعهم بطريقه معينه. النقطة الثانية تكنيشن والنيرسز برضو أصبحوا مهمين، لأن هم من غير الفريق العمل ده مش هقدر أشتغل في أوضة الأسطرة أو في العناية المركزة. فبرضو عملنا لهم سيشنز لوحدهم، زائد السيشن إن هم مع الدكاترة بتوع المؤتمر وبيحضروا، فبياخدوا نولج. وأعتقد الطب اتحسن بالنسبة للشباب الأطباء وبالنسبة للنيرسز والتكنيشن.